مرحبا يا كرز. يا له من يوم جميل يا كرز. أهلا يا كرز، لقد كنا نناديك، لما لم تتوقف؟ ماذا؟ أنا منشغل، آسف. هل تبحث عن شيء؟ بسكويت لتضعه في علبة البسكويت؟ أبحث عن المكان المناسب لأضع كبسولة الزمان. ما هي كبسولة الزمان؟ سأملأ العلبة بأغراض وأضعها في قلب الأرض. رائع! لماذا؟ حتى يجدها الناس بعد وقت بعيد في المستقبل، لكن يجب أن أجد المكان المناسب لوضعها. اسأل فكري، هو أكثر من يعرف عن الحديقة. شكراً يا روزي. هذا رائع فعلاً، كبسولة الزمان. أحتاج إلى مكان مناسب وهادئ، أتعرف مكاناً يا فكري؟ هنا تماماً. علينا أن نحفر حفرة. وهي قد تدغدغ جذورك. لا بأس بهذا، بين جذوري هو أفضل مكان لكبسولة الزمان، أشعر أنه المكان الأنسب والأضمن. ياي، شكراً. ننط، أقصار سريعة. إذا جاء ونيس فأنتم لم تروني. ما حكاية كبسولة الزمان؟ ماذا ستضع فيها يا كرز؟ لم أقرر بعد، لكن أغراض مهمة ستكون مهمة. أيمكن أن نضع فيها أغراضاً؟ نعم، لما لا؟ هيا لنبحث عن أغراض. أنا عندي الكثير من الأشياء الهامة. أريد أن أضع الصورة التي رسمتها. هذه أنا وهذا رومبا. أنا سأضع سيارة السباق السريعة. وماذا عنك يا رومبا؟ طائرتي الورقية الثانية. مقلاتي المفضلة، صنعت بها أطيب الشطائر وألذها. حسناً، ولكن هذه آخر الأغراض. كان هذا هو كماني الأول، هل أستطيع أن أضعه في الكبسولة؟ ربما سيسبب مشكلة. الناس في المستقبل سيكتشفون. بلبلة، أبرع بانية أعشاش على الإطلاق في هذه الحديقة كلها. بلبلة، ادخل هنا. ولكن طائرتي أهم بكثير من رسم روزي. لا شيء أهم من عشي. اسمعوا، سأختار الآن أهم غرض للكبسولة، سيارتي. ليس عدلاً. إن اخترنا أشياء صغيرة مهمة لنا، يمكن للجميع أن يضعوا شيئاً. حسناً، لكن أسرعوا حتى نضعها في الأرض، فهنا تكمن التسلية. صغيرة لكنها أيضاً سريعة، أحد أزراري المفضلة. وهذا اليويو الثاني لدي. صنعت هذا السوار. الوداع. فكرة لطيفة يا لين. وأنا صنعت هذا الدب. إنه أنا. ريشة، قطع زجاجة. جيد، الكل وضع غرضاً في الداخل ما عدا أنا. لازال هناك مكان لغرض منك. لكنني لم أفكر في شيء يا لين. ما رأيك في ورقة؟ الأوراق لا تعمر طويلاً يا رومبا. فكرة، غصين. شكراً يا لين، لا أظن أن الغصين غرض مهم. الناس في المستقبل لن يجدوا شيئاً مهماً مني يتذكرونني به. هل نحفر الحفرة الآن؟ ما هذا؟ إنها علبة، لنفتحها. وقع منها شيء، انظروا بسرعة. هيا أمسكوا هذه الورقة. أه.
تمسكت بها. أوبس. شكرا يا بلبلة، رائع يا ونيس. إن هذه صورة. صورة قديمة جدا جدا، وهي تشبه تماما تلة فكري. ولكن أين فكري؟ هل ألقي نظرة؟ إنه فكري. انظر. نعم، هذا أنا عندما كنت صغيرا جدا منذ سنوات طويلة. يا سلام، كنت قد نسيتها تماما. عرفت ماذا سيضع فكري في كبسولة الزمان. أنتما هيا تصالحا فورا. قولوا لذيذ. لا، قولوا فكري. فكري. انظر يا فكري، هذا أنت منذ سنوات عديدة، وهذا أنت الآن مع كل أصدقائك. لنضع الصورتين معا في الكبسولة. أنا الآن فخور أكثر من أي وقت في حياتي الطويلة. نعم، كنت شجرة صغيرة وأصبحت أكبر الأشجار في الحديقة. لا، لأن لي كل هؤلاء الأصدقاء. أنا فخور جدا بهذا. أنتِ، غلبتك. مفاجأة، مفاجأة. كان إفطارا شهيا، والآن أمامنا اليوم بأكمله لنلعب معا. هيا نبدأ بالتنكر يا رومبا، هيا. لا أستطيع اللعب. ما السبب؟ علي أن أستعير كتابا من لين. حسنا، سأذهب معك إذن. آسف، علي أن أذهب إليها وحدي. تذهب وحدك؟ لكن لماذا؟ أوه رومبا، هل استطعت أن تأتي دون أن تشك روزي في أي شيء؟ نعم، كل شيء يسير وفقاً للخطة. هذا جيد، أخيراً سنقيم حفل الأصدقاء. هذه فرصتنا لنبين لروزي كم نحبها. أريد شكر روزي لمساعدتها لي في حفر الحديقة لكي أزرع الجزر. وأنا أريد أن أشكرها لمساعدتي في بناء طائرة اللعبة هذه. ولقد ساعدتني روزي في صنع هذا السوار. ها، وأعطتني بعض الحصى اللامع كي أزين عشي. أريد أن أشكرها على زيارتها لي كل يوم، ولأنها موجودة دائماً لتلعب معي. إذن سنقيم لروزي حفلاً مفاجئاً متميزاً. حسناً جميعكم، اصطفوا. هذا الحفل سوف يحتاج إلى الكثير من التنظيم، وأنا الطائر المناسب لهذا العمل. لين، مهمتك أن تعدي الكعكة وبطاقات الصداقة. حسناً يا بلبلة. كرز، مهمتك أن تصنع اللافتة الخاصة بالحفل. حسناً يا بلبلة. رومبا، عليك جمع الفاكهة. وبينون، مهمتك أن تنفخ البالونات. حسناً يا بلبلة. وأنا سوف ألقي قصيدة عن الصداقة. حسناً جميعكم، إلى العمل. بلبلة، لم تحددي مهمة لنفسك. لدي أهم مهمة على الإطلاق، سوف أشغل روزي لكي لا تكتشف أمر المفاجأة. أوه، بالطبع. والآن فلنذهب جميعا إلى العمل. حسنا، كيف تسير الأمور؟ جيد؟ جيد، رائع. يمكنني القول إنني برعت في تأدية مهمتي بإبقاء روزي منشغلة. أنا مذهلة في هذه الأمور. بلبلة، إذا كنت هنا الآن لتخبرين عن أدائك الرائع، إذن أين روزي؟ مرحبا. لماذا تغلقون الباب؟ إنها روزي. لا يمكن أن ترى هذا، ستفسد المفاجأة. روزي، هل أنت هنا؟ ما
الذي يحدث في الداخل؟ دعك من هذا. هناك شيء آخر هام للغاية لابد أن تريه. تعالي. كدنا ننكشف. روزي، يبدو أن أمراً ما يشغل بالك. الجميع يتصرفون بغرابة وأريد أن أعرف السبب. يبدو هذا مثل الألغاز، لكن تذكري بعض الألغاز من الأفضل أن تترك دون حل. لكنني أريد أن أعرف حقاً. يا بلبلة، تعالي هنا. ما الأمر؟ هل وجدت حصاتي؟ كلا، لكني وجدت شيئاً آخر لامعاً وبراقاً. أين هو؟ كان موجوداً في مكان ما هنا. واصلي البحث. ترى أين أنت أيها الشيء اللامع؟ تعال إلى بلبلة. لا فائدة. روزي، لا أستطيع. روزي؟ أها، أمسكت بكم. روزي، ما الذي تفعلونه؟ ما هذه الأشياء؟ هل ستقيمون حفلاً من دون أن أكون معكم؟ لا، لقد كنا ننظم حفلاً مفاجئاً من أجلك، حفل أصدقاء. لأنك صديقة مميزة لنا جميعاً يا روزي. لكن الآن لم يعد الحفل مفاجئاً. أعتذر للجميع. روزي، قلت إن هناك شيئاً. يا إلهي، أفسدت المفاجأة. أنا أعتذر لكم جميعاً عن هذا. ماذا سنفعل الآن؟ كيف نقيم حفلاً مفاجئاً بينما لم يعد مفاجئاً لروزي؟ المفاجأة هي أي شيء لا يتوقع الشخص حدوثه. أي شيء؟ الآن لن نقيم هذا الحفل، نحن نبعد الأغراض عن المكان. أنا في غاية الأسف. لا داعي للأسف يا روزي، ستكون هناك حفلات أخرى بالتأكيد. روزي، أحتاج مساعدتك. أوقعت حصاة أخرى لامعة ولا أستطيع إيجادها. حقاً؟ أعتقد أنها كانت في مكان ما هنا يا روزي. بلبلة، انظري، وجدتها. مفاجأة. حفل أصدقاء سعيد يا روزي. رائع. لم نلغي الحفلة بالفعل، جعلناك فقط تظنين هذا. إنها لمفاجأة جميلة. شكراً يا أصدقائي. بل شكراً لك أنت يا روزي. والآن قصيدة عن الصداقة. في وجعي تحكين لي جذعي، لطيفة وحنونة ومتلألئة حين تكونين تحت فروع يا روزي، كل يوم مفاجأة. مرحبا. انظروا كيف انطلق. وهذا مجرد تدرب. ماذا سيحدث في السباق؟ انتبهوا جميعا، انا قادم. يا مسكين. إنه بخير. علينا أن نجد حلاً قبل أن يصاب أحدنا بأذى. نحتاج إلى إشارات للسير، وربما إلى من يساعد في تنظيم السير. أنا أنظم السير. انظروا. هذا ممتاز. هيا جميعا لنصنع إشارات للسير ونضعها حول حلبة السباق كي نتدرب بأمان. حسناً،
لنرى كيف أستطيع الانزلاق حول حلبة السباق. الطريق آمنة؟ نعم، بهدوء وتوازن انطلق يا رومبا دون تسرع. أوه، وانتبه كيف أسير. أوه، وأكون حذرة. أحسنت يا رومبا. شكرا، هذا مسلم، لكن ما زلت أتمنى أن تسمح لي روزي بركوب العربة. الأحمر يعني أنتقم، لكن لا شيء هنا. يجب أن تحذر، لا نريد أن تقع حوادث، وأنا الآن طائر السير، وعليك أن تفعل ما أقوله. شكراً يا بلبلة. واو، هيا، الأخضر يعني انطلق. أخيراً. أولاً بلبلة، والآن إشارات السير هذه. قف! انطلق! تمهل! استدر! انطلق! أعني استدر! أعني لا! مع كل هذه الإشارات تعقدت الأمور أكثر وصارت أخطر. طيور! منعطف! أظن ذلك يا روزي. أنا آسفة جداً، إنها غلطتي، كنت أطلب من الجميع أن ينتبهوا، لكنني أنا التي تسببت في الحادثة. لا تحزني يا روزي، لقد بذلت جهدك لتجعل الوضع آمناً، وربما بالغت في ذلك قليلاً. أظن أنك على حق يا رومبا، ربما علينا أن نتخلص منها. ولكن ماذا عن عملي؟ أنا طائر سير بارع، صحيح؟ لقد اجتهدت يا بلبلة، ولكن كيف نجعل الوضع آمناً؟ حسناً، أنا تعلمت بعض الأفكار عندما تدربت على المزلاج. أتريدون أن أريكم؟ نعم، من فضلك. نعم. توقفوا جميعاً. ما الأمر يا رومبا؟ نتوقف عند طرف الممر ونتأكد أن الطريق خالية قبل أن نعبر، هذا للاحتياط. تفكير سليم يا رومبا. الوضع آمن يا رومبا، هل سنعبر الآن؟ نعم. انتبهي يا لين، هناك حفرة. شكرا يا رومبا، أنا كدت أقع. أحسنت يا رومبا، يبدو أن علينا جميعا أن ننتبه أكثر. تمهلي يا حبات البلوط، يجب أن تكوني حذرة أثناء عبور الناس. هل هذا يعني أنني لن أقود بسرعة؟ لا، علينا فقط أن نكون أكثر انتباهاً، وكذلك فإن الأسرع لا يفوز دائماً كما تعلم. ماذا تعني؟ هذا شيء علمتني إياه أرزا. حسناً، هل لديكم أي أسئلة؟ نعم، هل نتسابق الآن؟ ما رأيك يا رومبا؟ أجل، حان وقت السباق. حسناً جميعاً، الفائز بالسباق هو من يدخل إلى المتاهة ويرفع علم النصر عالياً. جاهزة يا بلبلة؟ استعدوا، تأهبوا. أحسنت عملاً يا رومبا. أرزا كانت محقة.
لا يجب أن أكون الأسرع لأفوز، كان يجب فقط أن أكون بأمان.